السلام عليكم. اليوم راني في منطقة فليفيلة ونروح نعرفكم بواحد من أكبر المسابح العمومية في الجزائر، هذا لابيسين بيتش. إذن هذا مسبح عمومي، نروحوا نديروا جولة لداخل نشوف، نحاولوا ندخلوا إلى خلاونا ندخلوا للمسبح. هذا مسبح عمومي وفيه عدة محلات، و فيها كذلك مطاعم. نروح نشوف المسبح هذا اللي يعتبر واحد من أكبر المسابح كما قلت في الجزائر. نشوف المدخل تاع المسبح هذا. على المدخل من هنا إذن هذا هو المسبح، ما راه قيد الأشغال وراه فارغ. جمل هيها قبل الشميسة. إذن هذا هو أكبر مسبح في الجزائر، هو حقيقة مسبح أولمبي ويعود إلى فترة استعمارية وتم تجديده وإعادة يعني تأهيله، وتم إضافة بعض الأمور نتاع يعني العائلات، حاجة مليحة. فيه محلات هنايا، فيه محلات تجارية، وهذا الحجم ديالو على كل حال حجم أولمبي، متحف مسبح أولمبي بطول 50 متر، بطول 50 متر. هو الآن راه في مرحلة صيانة، وسوف يتم يعني في هذه السنة إعادة فتحه. وهنا كذلك فيه مسابح للأطفال ومحلات، يعني مشروع رائع، مشروع جميل جدا. وهنا نلاحظ مش بعيد على الشاطئ، هنايا متحف رائع، يعني مسبح رائع ما شاء الله. وهذا يقع إذن في منطقة فليفيلة بولاية سكيكدا. وهنا كذلك منطقة للأكل وللإطعام، هذيك صحة. وهنا الآن فيه لاحظ شاطئ رائع، مازال فيه أشغال نتاع تهيئة الشاطئ.
إذن هذا هو المسبح أولمبي بطول 25 متر أو بطول 50 متر. لا غرق البارح كيف فتاه وغاير عيا هضرت مع كويت قلت هضرت مع مراد هضرت قال لي انت حتى بعد